عامان مرة على لبنان وما تزال أجزاء جديدة من بقايا مرفأ بيروت تتساقط. ففي الوقت الذي كان فيه أهالي الضحايا ينادون بتحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة، سقطت صومعتان أخريان في مشهد لربما يختزل الكثير من عناوين الانهيار الكبير الذي يعيشه لبنان منذ سنوات. الرابع من آب عام 2020، حينما كانت شمس بيروت تأذن بالمغيب، لم يدر في خلد اللبنانيين أن آمالهم وأحلامهم البيضاء ستتلطخ بأحمر الدم. انفجر المرفأ، عندها توقف الزمن أو تعطلت عقارب الساعات في لبنان للدقة. تعطل كل شيء، حتى العدالة التي ينشدها اللبنانيون نصيرة للمظلومين وقاهرة للظالمين تعطلت. انفجر المرفأ فاهتز لبنان كله. سقطت حكومة دياب، أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة، ووئدت حكومة الحريري. واضح أنه ما حنقدر نتفق مع فخامة الرئيس، الوضع صعب. ثم تعثرت حكومة ميقاتي، حبة أسبرو ما فيها تشتري، ما بتلاقي بالبلد. هالشيء كلنا عارفينه، كلنا حاسينه. وكعادة سياسي لبنان وعلى مبدأ إن لم تكن معي فأنت ضدي، أعيق التحقيق بالقضية وتبادلت الأطراف السياسية الاتهامات بشأن المسؤولية، حتى وقع المحظور المعهود، سالت دماء اللبنانيين بذنب السياسيين. وبسبب الساسة ذاتهم امتدت معاناة اللبنانيين إلى الاقتصاد، فباتوا يرزحون تحت وطأة أسوأ الانكماشات الاقتصادية في العالم، حتى خيم الظلام على المدن وفقد الدواء والوقود وصار الحصول على الخبز عبئا في لبنان. أول مرة بنزل وهالقد يعني يكون في انه بشوف انه قديش صعب النطرة وقديش في شوب وكيف العالم عم تتخانق مع بعضها، كله كلمين رفت خبز يعني. وفي محاولة للانقلاب على الطبقة السياسية أوصلت صناديق الاقتراع إلى البرلمان أصواتا محسوبة على الشارع، لكن مصير اللبنانيين يبدو أنه مرهون بالأحزاب التقليدية، فظلت محافظة على هيمنتها. مآسي لبنان العائم على بحر من الخلافات السياسية المدفوعة بالمصالح الإقليمية لم تقف عند حدوده، فامتدت لتفرز إحدى أسوأ أزماته الدبلوماسية حينما اهتزت علاقاته مع الخليج جراء تصريحات خدشت مبدأ النأي بالنفس. فهمت بأن الفرنسيين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لي تسبق زيارة الرئيس ماكرون إلى الرياض. وبعد عامين من الانفجار ترحل عيون اللبنانيين إلى الجنوب خشية انفجار قديم متجدد مع إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود. خمد انفجار المرفأ ولم تخمد أزمات لبنان من انهيار إلى انهيار. للمزيد أرحب الآن بضيفتي من بيروت سوزان مراد الناجية من تفجير مرفأ بيروت. سوزان أهلا بك. بداية، عامان من تفجير المرفأ، جريمة العصر كما وصفت. سوزان، اليوم وأنت قد كتبت لك النجاة من هذا التفجير، ماذا تقولين اليوم؟ اللي بدي أقوله اليوم إنه نحنا نجينا بأعجوبة، يعني نحنا الحمد لله خلصنا وما متنا. الحمد لله على السلامة. يعني أنا لا أريد أن أعود بك إلى الوراء في هذا الموضوع سوزان، ولن أتحدث باللغة الفصحى. إذا كان بالإمكان، يعني حابب أعرف منك سوزان، عندك أمل لغاية الآن أنه بإمكان أن تتحقق العدالة، أن يكون هناك عدالة في لبنان، من هو المسؤول عن تفجير هذا المرفأ يقدم إلى العدالة ويأخذ حقه، وعندها يعني في هذه الحالة فقط ربما سيبرد ذلك الجرح، تشعرين بأن العدالة قد تم تنفيذها؟ يعني أنا بتمنى أنه يكون في عدالة، نعرف مين المجرم. يعني نحن نحن شعورنا من جوا مجروح، ونحن أكيد بنطالب أنه نحن نعرف مين هو السبب، ومين هو السبب أنه يدمرنا كل هالشيء اللي نحن كنا فيه،
وراح، يعني هو وجع النفسي أكثر من وجع المادي يعني. اللي راح الله يرحمه. شو يعني؟ طيب يعني عندك أمل سوزان إنه عندك ثقة بالسياسيين في لبنان، عندك ثقة بالجهاز القضائي، أم يمكن فقدت الأمل نظرا لمرور عامين يعني، وحتى الآن لم يتحقق شيء؟ عندي ثقة أكيد، ولا حدا من السياسية يعني كلهم سوا ما عندي ثقة فيهم، يعني ما في اقول لك اكثر من هيك يعني. الجرح صعب يعني، يعني اليوم كان اصعب يوم بحياتي، هو كل يوم هو اصعب يوم بحياتي، ونحن بنتمنى انه العداله تاخذ مجراها، ونحن بنتمنى انه كل حدا كان له ايد بهيدي الجريمه يلي صارت انه يتحاسب عليها. طب انت سوزان يعني انا صراحه نعم. تفضلي. انا ما متت، أنا ما متت، بس أنا اللي شافون عيني بالطريق، اللي شافون عيني المرفأ، اللي شافون عيني يعني كيف بدي أنسيهم؟ يعني أنا ولا ممكن أنسيهم، بس أنا ممكن يخفف عني شوي هي العدالة، أو هي الحقيقة اللي ممكن تظهر لنا. يعني هل أفهم هذا من كلامك سوزان، أكثر شيء يمكن بوجعك في هذا الوقت غياب العدالة، شو أصعب شيء بتحس فيه اليوم؟ هذه التحقيقات متوقفة والمصايب زي ما بتحكوا كل يوم عم تكتر. يعني هو أصعب من كل هيدا هو وجع النفسي. يعني أنا لي سنتين على هيدا، على من بعد الانفجار أنا ما في اسمع باب عم ينخبط، ما فيني اسمع يمكن فرقي على وقتها، بس يكون في مثلا شيء اعياد او شيء، انا ما بقدر هدول كلهم. ان انا كان قرب، كان نهار السبت كانت خطبتي، انا نهار الثلاثة تكسر كل بيتي، يعني بعد ما لحقت انا افرح. انا مين بعود لي الضحك؟ يعني انا بعدني لليوم بضحك، بس اضحك ببكي. ف يعني في ذاك الوقت انت كنت خاطبه سوزان و انتوا تعملين، انتوا خطيب على كيف الوضع كان هذاك الوقت؟ يعني انا اعتذر منك على هذا السؤال، عاده لا افضل هذا النوع من المقابلات التي يكون فيها يعني المعاناه، لكن للتنوير الراي العام والتوضيح ومن باب الامنيه الا تتكرر هكذا ماسي. لا ما عندي مشكله، انا الحمد لله عندي اهل وعندي اصحاب وقفوا حدي، لو ما هيك انا يمكن ما بعرف، يمكن ما كنت انا هلا بوعي المضبوط، بس الحمد لله يعني هلا صرت بحكي بالقصه وبضحك، قبل كنت احكي بالقصه وبكي، فالحمد لله يعني لو ما في احد حدي وهيك وخطيبه، نحن مجتمع يعني متماسك بين بعض، يعني الجمعيات اللي اجوا، الصليب الاحمر اللي اجى لعنا، جمعيات يعني كل هدول اللي كانوا حدنا هن اللي خلونا نوقف يكون هواية. يعني لقيتي تضامن من الناس اللي حولك؟ طيب سوزان اليوم يعني كان في مسيرات فعاليات في أظن العاصمة بيروت، شاركتي نعم. في هذه المسيرات عم بتشوفي انه لسه في عندك همه مع ذوي اهالي الضحايا والجرحى، انكم تواصلوا المطالبه المستمره، ما راح تتعبوا وانتم تطالبون بالعداله؟ اكيد ولا لح نهار راح يقطع علينا نحن ما نطلب بالعداله، ونطلب بالشخص يلي هو كان سبب ليفوت النترات لعنا على لبنان، ونفوق كل يعني كل شخص لازم يتحاسب. يعني اذا حدا سرق لازم يتحاسب، اذا حدا عمل جريمه لازم يتحاسب، كيف اذا جريمه هالقد كبيره؟ نعم. انا بشكرك سوزان مراد الناجيه من تفجير مرفأ بيروت، واتمنى يعني ان تتحقق العداله و كل ما هو علاقة بهذا التفجير أن ينتهي من ذاكرتك وتكون حياتك أهدأ وسعيدة. شكرا جزيلا لك سوزان.
للمزيد حول تفجير مرفأ بيروت ومرور عامين على التفجير، أرحب الآن بضيفي من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك ضيفي حنا صالح الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما. أستاذ توفيق، سأبدأ معك. يعني تعتقد أنه من المنطقي جريمة كهذه بعد عامين لا تعرف الحقيقة، لا تكشف، من لديه القوة والجرأة في لبنان كي يعطل العدالة؟ طبعا هو من حيث، أولا تحياتي إليك وإلى الزميل حنا صالح أيضا. يعني من حيث المنطق أكيد لا يوجد منطق. يعني هنا اسمح لي أن أعود إلى 6 آب 2020، عندما كان رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب على رأس مجلس الوزراء. أنا ذاك اجتمع مجلس الوزراء وقال أو أصدر بيانا بأنه خلال 5 أيام سوف يتم الكشف عن الحقيقة. أنا ذاك يعني أنا علقت على هذا الأمر وقلت بأنه ليس 5 أيام بل 50,000 سنة لن نصل إلى نتيجة. والآن أكررها وكررتها أيضا في العديد من المقالات التي كتبتها وأيضا في العديد من الحوارات التي أجريتها وأكررها الآن في الذكرى الثانية لهذا الانفجار الكارثي. لكن يبقى هناك حقيقة مجموعة من الأسئلة بالإمكان أن أختصرها بثلاثة أسئلة. يعني التحقيق يعني يفترض أن يجيب عن هذه الأسئلة. أول هذه الأسئلة: من أمر ولماذا بحجز الباخرة سفينة النيترات؟ لغاية الآن اللبنانيون لا يعرفون شيئا، هناك تكهنات، هناك توقعات، هناك استنتاجات، ولكنها لا تقوم على أعمدة تحليلية ومعلوماتية حقيقية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أيضا: من أفرغ النيترات في إهراءات المرفأ؟ هذا أيضا لا إجابة. والسؤال الثالث والأهم: لماذا بقيت هذه النيترات منذ العام 2013 أواخر العام 2013 حتى لحظة التفجير في 4 آب؟ يعني نتحدث نحن عن 7 سنوات. 7 سنوات ليست قليلة. يعني هذا طبعا هذا يذكرنا بصورة يوسف عليه السلام، يعني 7 سنوات السمان. طيب لماذا أيضا هذا السؤال غير مجاب عليه، ولا يبدو بأن أي تحقيق، يعني حتى التحقيقات التي جرت ربما البعض يؤيدها، ربما البعض يتحفظ عليها، ربما البعض يعارضها، بس ولكن مداخل التحقيق لم تجب لغاية الآن عن هذه الأسئلة الأساسية. وأعتقد بأنه مداخل الوصول إلى العدالة يفترض أن تكون من خلال أو ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة التي ما زالت ضائعة بين الفضاء وبين السماء وبين الأرض وبين اليابسة وبين البحر وكل المحيطات. طيب، هذه هي المأساة. لذلك أعتقد، يعني قبل أن أختم، لذلك أعتقد فتش عن السياسة. وفي لبنان لا يوجد جريمة كبرى توصل اللبنانيون إلى البحث فيها والوصول إلى خاتمتها، إلى خاتمة التحقيق أقصد، يعني منذ عقود كثيرة. لذلك أعود وأقرر: 50,000 سنة لن تظهر نتائج التحقيق. طيب أستاذ حنا، 3 أسئلة أساسية طرحها الأستاذ توفيق، وهذا يقود إلى سؤال رابع: هل يعقل يعني وجود 3,000 طن من المتفجرات ل7 سنوات دون علم المسؤولين السياسيين العسكريين والأمنيين والإداريين؟ مساء الخير لك والمشاهدين والأستاذ صديق توفيق. الحقيقة ما حصل كان جريمة كاملة الأوصاف عن سابق ترصد وتصميم، لم يكن شيئا مجهولا. كل السياسيين كانوا يعلمون، كل الأمنيين كانوا يعلمون. وإذا توقفنا أمام الإدعاء بجناية القصد الاحتمالي بالقتل والإهمال، وهو ما سطره قاضي التحقيق العدلي طارق البطار، يؤكد أنه استند إلى معلومات موثوقة بأن عدد كبير من الصف الأول سياسيين وأمنيين تسلموا تقارير مكتوبة
كانت تقول بوجود هذه المادة الخطرة، كانت تقول أن بيروت تنام على وسادة نووية، ولكنهم لم يحركوا ساكنا رغم أن التقارير قالت لو تفجرت هذه المواد لأزيلت بيروت من الوجود، لو تفجرت الكمية كاملة لم تكن هناك بيروت وأبعد من بيروت. التحقيقات قالت أن من وضع المواد كان يسحب دون حسيب ورقيب منها، وكل الكمية المتبقية التي تفجرت كانت نحو 450 كيلوغرام. رئيس الجمهورية كان يعلم وقال أن الأسبوعين لم يكونا كافيين كي ينبه أو يتخذ أو يقوم بما يجب متذرعا بأن لا صلاحيات له. حسان دياب كان يعلم وأراد أن يزور المرفأ وهناك قوة قاهرة منعته. نهاد المشنوء وقف وقال من سيعلم وسيقدر أن قصاصة ورق وصلت إلي كانت ستعني بعد سنوات سيحدث هذا التفجير. من تمت الادعاء عليهم بجناية القتل وتهربوا من القضاء وهم من المتهمين بالجريمة كانوا يعلمون. ما من شيء سري في بيروت، لكن لبنان محكوم بحصنات بقانون الإفلات من العقاب، ومنذ أن تسلمت منظومة النترات مطلع التسعينات الحكم على قاعدة قانون العفو عن جرائم الحرب، حصنت وضعها بمحاكم خاصة كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو محكمة وهمية لحمايتهم من الملاحقة، وحصنت بمجموعة من الحصنات كي لا تتم ملاحقتهم. لكنهم فوجئوا رغم التدخل السافر بالقضاء أن قاضيا شجاعا تجرأ عليهم وادعى عليهم بالجناية، ولبنان اليوم أمام جريمتين نوعيتين: جريمة ضد الإنسانية ارتكبت في 4 آب 2020، وجريمة أيضا ضد الإنسانية بتعطيل التحقيق اليوم، وهو تعطيل بقرار سياسي اتخذ على أعلى المستويات، ليس فقط بأمر من حزب الله وحسن نصر الله على وجه التحديد، بل بمشاركة كل الطبقة السياسية التي قايضت عودة الحكومة إلى العمل مقابل تعطيل التحقيق. طيب أستاذ توفيق، يعني صدرت مذكرات توقيف عدة لم يمتثل لها أحد ورفضوا حتى التحقيق معهم، وهذا ما أشار إليه الأستاذ حنا، وعرض تسلسل من كان يعلم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ ولم يتخذ أي شيء بخصوص ذلك. إذا كان هناك إدراك بخطورة هذه المواد، لماذا سكتوا في الأصل؟ هو نعم، هنا السؤال الكبير، يعني فقط استكمالا مما قاله الزميل حنا صالح، يعني رئيس الجمهورية في حوار تلفزيوني قال بأن تقريرا وصل إليه في 20 تموز، يعني قبل أسبوعين من الانفجار الكارثي. أيضا الرئيس حسان دياب أصبح معروف، يعني كان تقريبا هم بالنزول إلى المرفأ بعدما وصله أحد التقارير، وفي اللحظة الأخيرة تراجع لأن هناك من قال له بأن الأمر يعني الأمر ليس مهما، وبالتالي ليس بالضرورة أن ينزل أو أن يذهب رئيس الحكومة لتفقد مثل هذا الأمر السخيف، هكذا قيل له. لكن حقيقة بما له علاقة بالتحقيقات هناك مجموعة من الأسئلة أيضا، أنا يعني طرحت البعض منها، بس أنه حتى الاستدعاءات والتي القاضي فادي صوان وأيضا خليفته القاضي طارق بيطار، الاتهامات اللي كانت موجهة هي بالإهمال الوظيفي، وطبعا الإهمال الوظيفي يعني معنى ذلك يبقي الفاعل مجهولا، يعني هم ليسوا الفاعلين، هم ليسوا الفاعلين الحقيقيين، وبالتالي الإشكالية الكبرى في التحقيقين اللذين أجراهما القاضيان هو عدم الإجابة على الأسئلة التي طرحتها قبل قليل، وبالتالي توجيه الاتهامات التي هي قابلة للجدل وقابلة للنقاش كما قدم يعني الزميل المحترم حنا صالح وجهة نظره، ولكن كل هذه الاستدعاءات والاتهامات
قامت على الإهمال الوظيفي وليس على التسبب بعملية الانفجار. يعني نحن حتى لو افترضنا وذهبنا إلى الأقصى وبالتالي تم توجيه أو أدينة أو أدينت الشخصيات السياسية التي اتهمت بالإهمال الوظيفة، يبقى السؤال عن الفاعل، يبقى السؤال عن استمرار تخزين النيترات لمدة 7 سنوات، ولماذا لم يكن أحد من الأطراف السياسية يتكلم عنها، ولماذا الكثير من التقديرات ومن التوقعات ومن التحليلات ومن التكهنات كلها خرجت دفعة واحدة من مغارة علي بابا بعد الانفجار؟ لماذا هذا لم يكن سابقا؟ أنا أعتقد بأنه صحيح بأن هناك ربما يعني القوى السياسية في لبنان لا تريد التوصل إلى نتائج ختامية للتحقيق لسبب بسيط جدا، بأنه هي يعني قوى سياسية أهملت التعاطي ولم تعرف كيفية التعاطي مع النيترات وبالتالي هي مسؤولة. ولكن الشخصيات التي تم توجيه الاتهام إليها، أعود وأكرر بأنه تم توجيه الاتهام على قاعدة الإهمال الوظيفي وليس على قاعدة بأنها هي المسبب وهي الفاعل بعملية التفجير أو الانفجار. من هنا أيضا يعني على سبيل المثال الرئيس حسان دياب عندما تم يعني أيضا استدعاؤه، ما هو كان تولى الحكومة في العام 2020، يعني قبل تقديم استقالته بأشهر، وبالتالي إذا كان هو مسؤول ما فهو آخر المسؤولين الذين يفترض أن يتم التحقيق معه باعتبار أنه هو رئيس الحكومة وبالتالي الأجهزة الأمنية تحت وصايته وتحت سلطته. طيب الذين كانوا قبل يعني قبل الرئيس حسان دياب، إن كان على مستوى رؤساء الحكومة وعلى مستوى الوزراء المختلفين أيضا، هؤلاء أيضا لم يتم توجيه التهمة إليهم. في قرار أساسي أنا أعتقد هو كلمة السر وهو الحلقة المفقودة وهو أيضا الكلمات المتقاطعة، لماذا تم تخزينها لمدة 7 سنوات ولماذا أفرغت في إهراءات مرفأ بيروت؟ هذان السؤالان لا إجابة عنهما الآن ولن يكون إجابة عنهما في المستقبل لسبب بسيط جدا، بأنه الإهمال يطال تقريبا غالبية القوى السياسية اللبنانية. أفهم من كلامك الطامة الكبرى، نعم أفهم من هذا القول أنت تتوقع ولو بعد 50,000 سنة أو ربما يجب الاتكال 50,000 نعم 50,000 أو ربما يجب الاتكال على عدالة السماء. أستاذ حنا صالح، في بلد كلبنان واسمح لي في هذا السؤال، ما هي الطريقة الأخرى لانتزاع الحق؟ عفوا بالبداية أريد أن أوضح مسألة طرحها أستاذ توفيق. القاضي بيطار ادعى على أسماء محددة بجناية القصد الاحتمالي بالقتل والإهمال الوظيفي. القصد الاحتمالي بالقتل عالجه قانون الأحكام الجزائية وفق المادة 189 ونص بوضوح على المسؤول أن يتنبه للأفعال التي ستنجم عن أدائه. كان على المسؤول الذي تلقى رسالة أن بيروت ستزول أن يتخذ الإجراءات التي تمنع ذلك. لم تكن الادعاء بالجناية، لأن استخدم الجناية فقط للإهمال الوظيفي. والفارق بين ما قام به بيطار وصوان واضح. صوان أرسل رسالة إلى المجلس النيابي وقال أشتبه ب 23 مسؤول رؤساء حكومات ووزراء أشغال ومالية وعدل إلى آخره منذ العام 2014 حتى 4 آب. فأجاب المجلس النيابي دون أن يطرح الأمر على الهيئة العامة، بل بعد اجتماع قصير لهيئة مكتب المجلس أجاب النائب الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب حققنا والجميع أبرياء. ما قام به البطار كان مغايرا، حدد الأسماء التي تسلمت تقارير خطية فادعى بالجناية. الموضوع مختلف بالكامل، والادعاء بالجناية ليس دعوة للمسؤول لفنجان قهوة والاستماع إلى أقواله. هذه مسألة كبيرة جدا، لذلك حدث هذه الانتفاضة من كل الطبقة السياسية
التي تشاركت الهم. بأي حال هناك قول للوزير السابق وليد جملاط مباشرة بعد الجريمة يقول: كان الطريق طرطوس حمص دمشق مقفولة، وكان الطريق بيروت دمشق مفتوحة، فتم الإتيان بهذه الكمية من النترات لاستخدامها في البراميل التي ألقيت على رؤوس السوريين وفوق المدن السورية. ومن صمت على هذه الجريمة تم إبلاغه أن هذه المواد لقتل السوريين لأنهم شعب زائد، لكن الكمية الباقية قتلت اللبنانيين ووقعوا في حيرة، فاتخذوا القرار بشطب التحقيق وشطب العدالة ومصادرة الحقيقة، وهم من سمى صوان، وهم من اقترح طارق البطار، وهم من شكلوا المجلس العدلي، وهم من شكلوا كل هذه المحاكم، وهم من طوعوا القضاء فشككوا بكل النتائج، علما أن التحقيق العدلي تحقيق سري، لا نعلم ماذا في قلب التحقيق قبل أن يزيع المدعي العدلي قرار الاتهام. بأي حال كان هناك موقف واضح منذ بداية العام، ممنوع إذاعة القرار الاتهامي قبل الانتخابات النيابية، لأنه ما من جهة بإمكانها أن تتحمل نتائج أنها هدمت عاصمة بلدها. نعم، أنا أشكرك من بيروت. كيف نصل إلى الحق؟ أنا نعم. أعتقد أنه أن هذا مسار طويل. يعني أنا كان سؤالي يعني إذا كان في طريقة تانية لانتزاع الحق في بلد كلبنان، إذا كان لديك إجابة موجزة، أو ربما تشاطر الرأي الأستاذ توفيق بعد 50,000 سنة، أو نتركها لعدالة السماء. أنا أظن أن لبنان رغم كل الصعوبات ورغم كل السواد في مرحلة تحول. 17 تشرين 2019 كان اللبناني على الموعد، 15 أيار 2022 كان اللبناني على الموعد، وخربط اللعبة السياسية وأدخل مجموعة من نواب الثورة إلى داخل البرلمان، وهذه لأول مرة تحصل في لبنان. بتقديري أن زمن الإفلات من العقاب قد يكون على أفوله. أنا أشكرك من بيروت حنا صالح، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي كذلك من العاصمة اللبنانية توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما.